كان هدفي اني ارجع التراث، حبيته كتير يعني كتير حلو وفي وانتسى لفترة. بشتغل على قماش، بشتغل على فضة، يعني نحاس، ذهب هقل، ممكن ذهب مطلي، بشتغل صوف، بشتغل صنارة. لسا أنا بعمل الموضة، يعني بشوف إشي بالموضة بمشيش عليه بالمرة، بحس إنه كتير ممكن يكون عجق، فبعمل أنا الموضة تبعتي، بخلي الناس تمشي على شو أنا بدي. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.